يا نانسي يا يمه اسمعي كلامي، ما عليك منهم. هذا محمد آدم الأثيوبي على سنة 10، عنده 5 محلات تجارية في السوق، خضيت تاجر. هي وأخوه بعد وكيل وزارة. يا يمه، واخو الثاني الدكتور حبيبتي، وعنده الخير والخيط والمقيط، وعنده فلوس مثل الراجحي ايام زمان. يمه، ابي اتزوج واحد من بلدي، واحد سعودي يفهم المطازيز، الكبسة، يشجع الهلال او النصر. هاي سعودي الله يهداك انسي، السعوديين ما منهم فايدة، تعرفين شنو شغلتهم وبس؟ خدامين، سواقين، فراشين، ما لهم قيمة في البلد حبيبتي، عكس الأثيوبي مدعوم في البلد. نعم، أخذي بعزك ويدللك، عنده فلوس. يا القهر يا يما، صرنا درجة ثانية في بلدنا، بدل ما كان السعودي والجواز السعودي يرفع بلد، الحين ما عاد له قيمة يما، والسبب ذا المفسدين والفساد والتأشيرات، بيع تأشيرة، اشتر تأشيرة، جيب عمال، دخل عمال، هات مدري وش، شوف ايش صار فيه، صرنا خدم. الله الله، أنت آخر واحد يتكلم عن التأشيرات. إي نعم يا أبو التأشيرات، أنت اللي سهلت وبعت التأشيرات. ما عليك من هالدلخ، تزوجي الأثيوبي وأمك داعيت لك. موافقة. ناهي، هذا كله نفريج من بلد. ناهي، سوكو، ناهي، حبيب قلبي، ناهي. الله 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 الله، شعري يقطع القلب. جرير، ها الحين الواحد، ها إذا ذبح له واحد من الحكومة المحتلة الجديدة هذه، وش يسوون به؟ يشنقوه برقبته. إذا سمعت في الأخبار الهندية، ها والأثيوبية، إنهم شنقوا واحد سعودي، أعرف إن أنا، لأن الرجال هذا ما عنده انتماء، أول ما احتلت البلد قلب شعر أثيوبي على هندي على باكستاني. أقول فلاتة، أبي منك خدمة. أبشر. شف، أنا أعرف بنغالي مدير شركة، أبتوظف عنده، وأنا سمعت إن أخوك يشتغل في شركة الاتصالات، ومديرة بنغالي، صديق المدير هذا، يعني لو سمعت تكلم أخوك، ها تخليه يكلم مدير البنغالي صديق المدير، ها بس يوظفني عنده. لا الحبيبي، هذا أكشر محمد قبال، توه فاصل من 925 سعودي. ايه، ضاعت البلد ولا عادت الاتصالات اتصالاتنا. يا لطيف والفعلة. الله يا جرير، أنا عندك انتماء وحب لهالبلد أكثر من بعض السعوديين، بيض الله وجهك، أنت المفروض تكون سعودي، والله العظيم ما أبدأ.